بين الماضي والحاضر والمستقبل أيضاً، تدفع الحروب بملايين البشر إلى الموت والجوع والشتات وأشياء أخرى كثيرة بفعل أسلحة واستراتيجيات عسكرية تتطور بتطور الأزمنة. وبالعودة إلى الحرب العالمية الثانية، استخدمت أسلحة هي الأكثر غرابة وجنوناً. ففي الوقت الذي غزت فيه دبابات بانزر الألمانية الحرب، استخدم الروس من جهة أخرى سلاحاً لم يتوقعه أحد قط، إذ استغلوا الكلاب العسكرية كألغام مضادة للدبابات عن طريق ربط المتفجرات حول أجسادها. ولم تكن الكلاب هي الضحية الوحيدة، فقد وظف الإنجليز أيضاً فئران ميتة مملوءة بمتفجرات صغيرة. إلا أن السلاح الأغرب على الدوام الذي أطلق في عمليات إنزال نورماندي كان عندما أسقط الإنجليز نحو 400 دمية محشوة بالخيش في محاولة منهم لتضليل الجنود الألمان بكثرة عدد نظرائهم المظليين، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن هرب العديد من القوات الألمانية وأبلغوا عن رؤية إنزال هائل للمظليين البريطانيين. أما الأمريكان فقد ابتكروا ما يعرف باسم دودلبرغ، وهي عبارة عن عربة تشبه الدبابة، تعمل بصورة ذاتية بمحركين كهربائيين وتحمل أكثر من 100 رطل من المتفجرات شديدة الانفجار، ومهمتها أن تنزلق تحت دبابات الحلفاء لتفجيرها، وغيرها من الأسلحة التي تم استخدامها في تلك الحرب. والضحية كل من له روح.